like a Hellcat. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا فكرة تحويل قميص رجالي قديم لفست للخروج بقصة كده على الوسط وكسرات. يلا بينا نشوف الخطوات مع بعض. ادي الادوات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. اول حاجة بعد ما نفرد القميص قدامنا بالشكل ده، هتاخدي الطول بتاعك من الكتف لما للوسط بتاعك، وتبدأي تحددي بالمارك زي ما احنا شايفين، وتاخدي خط وتبدأي ان انتي تقصي. طبعا الكتف طبعا هيبقى عريض، لان طبعا الكتف القميص الرجالي بيبقى اعرض من الحريمي، فهتاخدي طول عرض الكتف برضو بالظبط الطول بتاعه يعني، وهتبدأي تقصي بالشكل ده، وهنتني الاتنين فوق بعض علشان برضو ناخد مقاس او دوران الوسط اللي انتي اخده مقاسه مسبقا. لو ما انتيش عارفة تاخدي المقاسات دي كلها، ممكن على اي تيشيرت او بلوزة عندك قديمة تبدأي تظبطي عليها كل المقاسات اللي انا بتكلم فيها دي، وتحددي زي ما احنا شايفين خطوة خطوة كده، وتقصي الزيادات اللي ما انتيش عايزاها. وبعد كده احنا عندنا طبعا الكمين لسه فاضلين، فاحنا هنستغل برضو القماش اللي فيهم بالشكل ده. هنقص القطعة دي من كل كم، وهنبدأ ان احنا نفتحها من النص، يعني نفتح الخياطة بتاعتها بحيث انها تبقى معانا بالشكل ده. طبعا عندنا احنا بقية القميص من تحت الجزء اللي احنا قصيناه، هنشيل المرد بس اللي فيه العراوي، وهنبدأ طبعا نحط القماش زي ما احنا شايفين كده. هنخيطه من على اليمين وعلى الشمال بحيث ان احنا نعمل عرض للجزء اللي فاضل معانا، وهنساوي بقى الجزء الاخير ده، وطبعا هنرجع نرجعه تاني في القميص اللي هو بقى بتوب معانا من فوق. شايفين طبعا الجزء اللي احنا خيطنا فيه اللي طلع من الكمين مع اللي فاضل من القميص من تحت، كل ده اتخيط في بعضه، وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمله زي كسرات كده في التوب اللي فوق من الجزء العلوي بتاع القميص. وادي كده شكل القميص بعد اعادة التدوير، وعملناه فست للخروج جميل بشكل جميل. وطبعا احنا عندنا الحردتين بتوع الكم دول، طبعا احنا لسه ما اتنوش، فاحنا ممكن نتنيهم تانية صغيرة جدا جوه حوالي نص سنتي بس. وادي منظره بجد طبعا اعادة تغيير وتجديد حلوة جدا. وادي شكله في اللبس طبعا للبنات على البنطلون هيبقى بالمنظر ده. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، وان شاء الله في فيديوهات بأفكار حلوة كتير جاية. والسلام عليكم.